مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بحول الله ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة. أما فيما يخص حالة السماء ستبقى دائما مشمسة مع نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على سواحل الوسطى والغربية. نفس السيناريو يتكرر خلال الظهيرة، ستنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية على كل المرتفعات الهضاب وكذلك منطقة الأوراس. نفس الأجواء أيضا، أمطار رعدية موسمية ستخص مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي، بينما رعود منعزلة ستميز منطقة الثورة وشمال الصحراء، بينما أجواء مشمسة تماما من الجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الغربي. كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الغربي إلى غاية الصحراء الوسطى، ستجعل الرؤية رديئة. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة على كل المناطق الشمالية، عدا بباتنا الصيف ستقارب 19 درجة فقط، تصل إلى 28 درجة بشمال الصحراء، في حدود 25 درجة بمرتفعات تمن راس، وتتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة من ورقلة إلى غاية الصحراء الوسطى تندوف وإنجزام. بالنسبة للحرارة القصوى تبقى أهم عنصر يميز حالة الطقس، ستعرف ارتفاع محسوس على كل المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الغربية، 37 درجة منتظرة بالعاصمة، في حدود 36 درجة بوهران، 38 درجة بكل من قسنطينة باتنا الجلفة والبيض، بينما ترتفع لغاية 44 درجة بكل من عين دفلة غليزان معسكر وشلف، 41 درجة أيضا منتظرة بتيزي وزو، تنخفض بسكيكدا عنابة لتقارب 32 درجة فقط. أما بالجنوب الكبير ستبقى الأجواء جد حارة خاصة بوسط الصحراء بأضرار المنيعة إنسلاح وتميمون، ستقارب 46 درجة وهذا تحت الظل، بينما لن تتعدى 39 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسي. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل بسواحل الشرقية، رياح ضعيفة ضمن تيارات شمالية شرقية، بحر قليل الاضطراب بسواحل الغربية، رياح دائما ضعيفة جنوبية غربية. أما على سواحل الوسطى البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، والرياح أيضا ستشتد لغاية 50 كيلومتر في الساعة، تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، خلال يوم الغد أو يوم الجمعة ستبقى دائما الأجواء مشمسة على كل السواحل، لكن مع هبوب رياح قوية على سواحل الوسطى وكذلك الغربية، ضباب محلي بسواحل الغربية، أمطار رعدية منتظرة بالنسبة للمناطق الداخلية الوسطى والغربية خلال الظهيرة، خلايا رعدية منعزلة بشمال الصحراء والثورة، ودائما أمطار رعدية موسمية بأقصى الجنوب. درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم يومي السبت وكذلك يوم الأحد، نفس الوضعية الجوية لكن مع ارتفاع أيضا لدرجة الحرارة تقارب 41 درجة محليا بسواحل الغربية وكذلك الوسطى، تبقى مرتفعة نحو المناطق الداخلية لتقارب 43 درجة، ودائما أجواء جد حارة بوسط الصحراء لتقارب 46 درجة. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس بحول الله سيكون في حدود الساعة 6 صباحا ودقيقتين، والغروب على الساعة 7 مساء و43 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.